ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من البحرين دكتور رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج. دكتور رامي، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024. بالفعل يا فندم، مع انطلاق اليوم الختامي، اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالسفاره المصريه بمملكه البحرين، حاله جميله جدا من البهجه والسعاده بتعم المكان، وحشود المصريين يزينها الاعلام المصريه وعدد كبير من السيدات والاسر الموجوده بمملكه البحرين حريصين على المشاركه الانتخابيه والتواجد من امام اللجان والادلاء بصوتهم لتحديد من سيكون رئيس مصر في خلال السنوات القادمه. نعم أستاذ رامي، يعني هذه المشاركة اللي حضرتك ذكرت فيها المرأة وذكرت فيها الشباب، يعني كم الإقبال من الشباب واضح جدا من خلال هذه الانتخابات، وهو ما يعكس رؤية جديدة للشباب المصري بشأن مستقبل وطنهم. مئات المشاركات من المرأة المصرية، مصطحبة أطفالهم وأسرهم، وعدد كبير جدا من الشباب حريص على المشاركه في الإدلاء بأصواتهم، وده ترجمه حقيقيه للمؤتمرات والدعوات والندوات والتواصل اللي حصل خلال الفتره الماضيه مع اعضاء الجاليه المصريه بمملكه البحرين. اترجم النهارده على ارض الواقع في المشاركات، واترجم خلال الايام السابقه الاول والثاني، عدد كبير جدا ومشاركات محترمه جدا من المصريين الموجودين في مملكه البحرين من جميع الاعمار، كانوا حريصين على التوافد أمام اللجان والإدلاء بأصواتهم، وعدد كبير جدا من الحملة التطوعية الموجودة معانا كانوا حريصين على المشاركة والتطوع ومساعدة المصريين الموجودين من خلال التعليمات أو النشر في التواصل الاجتماعي أو من خلال التبرع أو التطوع بوسائل المواصلات المجانية بسياراتهم الخاصة أو الاتوبيسات الصغيره اللي احنا قدرنا نوفرها من خلال متبرعين ومتطوعين في حب مصر. عدد كبير جدا من المصريين الموجودين في مملكه البحرين قاد عمليه حشد المصريين من خلال جسر الملك فهد. حضرتك تعلمي جيدا ان قرب المسافه بين المنطقه الشرقيه ومملكه البحرين بيجي لنا ضيوف وزوار من المملكة العربية السعودية بيحبوا ان هم يجوا يطلبوا اصواتهم في العملية الانتخابية من خلال المرور بجسر الملك فهد، لان لقرب المسافة ولبعد المسافة من الرياض بالنسبة لهم بيكون مقر السفارة المصرية بمملكة البحرين اقرب. عدد كبير جدا برضو يا فندم قاد عملية الحشد من خلال 7 نقاط موجودة ومتوزعة في محافظات مملكة البحرين عدد 7 مدن تم عمل فيها نقاط تجمع لاحتشاد المصريين، في نقاط تجمع لتوصيلهم لمقر اللجنة الانتخابية في مملكة البحرين. نعم. سعيد جدا بسفارة مملكة البحرين والسفيرة ريهام خليل اللي قامت بالأمس بتوزيع بعض الهدايا على المصريين الموجودين في محيط السفارة. عدد من الهدايا بتحمل علم مصر وعدد من الكابات لحمايتهم من الشمس، وكان شيء جميل جدا لقى استحسان كل زوار مملكة البحرين والكثير من المصريين المتواجدين بمحيط السفارة. بنشوف النهاردة بسمة أمل وتغير واضح وتغير في المشهد مختلف بالنسبة للمصري في الخارج، اهتمام غير طبيعي بالمصريين الموجودين في مملكة البحرين من قبل البعثة ومن قبل الدولة المصرية. الجميع حريص على المشاركة ويعلم وحريص على المسؤولية ويعلم أهمية الاستحقاق الانتخابي الحالي، والجميع حريص على الظهور بالمظهر الكويس والمظهر الجيد بالنسبة لوجودنا كسفراء لجمهورية مصر العربية في الخارج. وإحنا من هنا بنبعت رسالة للمواطن المصري في الداخل ان لازم يكون في حشد ولازم يكون في مشاركه ان شاء الله. بعد 7 ايام من النهارده بينطلق العرس الديمقراطي في
داخل جمهوريه مصر العربيه، واحنا بنبعت رساله من منطقتنا الجميله ومن مملكه البحرين لكل اهلنا واصحابنا واسرنا الموجودين في جمهوريه مصر العربيه على ضروره المشاركه في الانتخابات والادلاء بصوتهم وضرب كل دعوات عدم المقاطعه، ضرب كل دعوات المقاطعه من اهل الشر. النهارده المناظر جميله جدا حضرتك، لو تفتحي القنوات التلفزيونيه والصوره خير دليل على وجود المصري وحرصه على المشاركه في جميع القنصليات. انا بفتح التلفزيون سعيد جدا ان جزء انا وزملائي من الحدث، سعيد جدا بمصرنا الغاليه وسعيد بجمهوريه مصر العربيه وما تقدمه لنا من خدمات ورعايه كامله. النهارده المصري في الخارج في موجود في الدوله، المصري في الخارج النهارده في اهتمام غير مسبوق به. تم عمل عدد من المبادرات الجميله جدا اللي رجعت لينا الترابط والتماسك مع جمهوريتنا ومع وطننا الغالي. النهارده الناس كلها سعيده بمبادره الاعفاء الجمركي برعايه الدوله المصريه ووزاره الهجره برئاسه الوزيره سهى جندي. عندنا مبادره جميله جدا يا فندم، وهي التامين على الجسامين. عندنا مبادره ثانيه لدعم الاقتصاد المصري، وهي اقامه شركه المصريين في الخارج. اشياء جميله جدا. النهارده المواطن المصري متحمس لاستكمال مسيره البناء والتنميه في ظل وكنف الدوله المصريه، وسعيدين جدا بالتغير الواضح والملموس على وجوه الجميع. النهارده مشاركات المراه المصريه وعدد كبير من الشباب بيعكس بلا شك يا فندم مدى التماسك ومدى حرص الدوله المصريه على تعزيز المشاركه واستثمار ما تم خلال العشر سنوات الماضيه من انجازات ومن مشروعات حياه كريمه وعدد المدن اللي تم اقامتها في جمهوريه مصر العربيه. النهارده بننزل كل سنه، المصري في الخارج بيلمس التغيير والتطور، واكيد الملف الاقتصادي ان شاء الله بدعم الدوله المصريه والمصريين في الخارج نقدر باذن الله نكون مساهمين داخل بلدنا في تنميه الاقتصاد المصري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد رامي لبيب ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.